عادة زعما ما كتبدليش شي حاجه. كنفيق الصباح مع ولدي، كنوجدو، كندير المدرسه، كنجيبو، كنغديه، كنعاود نرجعو. ولكن هذا العام انا جو سي اون تورناج، دونك ما كاينش الاجواء ديال رمضان. كنحاولوا نجمعوا في الوقيته ديال الفطور، ولكن ماشي بحال لا كنتي في دارك. ابخي الفطور كنرجع للتورناج. ولكن في الايامات العاديه انا كنبغي نبقى في الدار، نفطر مع العائله، نبقى في الدار، كنرتاح. انا الاغلبيه ديال الوقت كنرتاح في رمضان، دونك كنقرا شي شويه، كنرتاح. فوالا هذا الشيء اللي كاين، عطله عندي انا رمضان. نجات رجوي طبيعة الحال، وجوج اخرين ما طاحليش شي حد في راسي، مي سحر صديقي و سعيده بعدي. انا كنشوف هادو اللي عاد شفت ديغنييغمون واللي خدمت معاهم، مي ماشي زعما هادو كنفضلهم على وحدين اخرين. شكون؟ انس الباز، هشام بهلول. انا كنقول لك هادو اللي خدمت معاهم ديغنييغمون، و الثالث نخليه جوكر، ما عرفت.